هذا الهاتف يملك ميزه واحده راح تخليك تغير طريقتك في استخدام الهواتف باكد لك 100% ركز معي لو سمحت السلام عليكم اصدقائي انا سزار برحب فيكم في قناه سزار ريفيوز اهلا وسهلا بالجميع اليوم جايب تليفون الشاومي 11 تي برو هذا الجهاز عنده مواصفات حلوة بس في ميزة واحدة بصراحة هي الأقوى بالنسبة لي ولكن راح أنا أمشي معكم شوي شوي بالمراجعة الكاملة راح أحاول أختصر بأسرع طريقة ممكن عشان ما تمله أوكي فلذلك تابعوا معي وركزوا لو سمحتوا أول شيء بدأ بالتصميم شكله ما في جديد يعني ما في إشي جديد ما في تصميم جديد يمكن بس البروز خف من العادة بس نفس التصاميم اللي بتشوفها من شاومي وبالذات في هاي الفئة اللون حلو وفي اي بي 53 يعني معيار مقاوم لرذاذ الماء هذا شيء كويس الشاشه حوافها قليله وفي عندك الكاميرا في النص عندنا سماعات ستريو بروز زي ما حكيت لكم خفيف عندنا البصمه جايه في جانب الجهاز حبيت تصميم الشاومي 11 لايت ان اي هذا اللي حبيت تصميمه لانه غير وايضا لو بدنا ننتقد التصميم ما في شحن لاسلكي بس ما راح تحتاجه ابدا خذ مني خليك معي اما الشاشه بصراحه الشاشة هون ممتازة جدا شاشة AMOLED 6.67% انش تدعم 120 هرتز تدعم الدولبي فيجن تدعم ال HDR 10 بلس شاشة FULL HD بلس شاشة فعلا جميلة سطوعها من 800 الى 1000 نتس انا بعتقد انه سطوع جيد جدا ما عنده اي مشاكل الالوان حلوة تحضر محتوى اشي جميل حتى هاي الشاشة محمية بكونن جوريلا جلاس فيكتوس ذلك لا يعني انك ما تشتري كفر اشتري كفر بيجي مع الجهاز كفر في العلبه يعني لا تخاف لكن اذا بتحب تشتري كفر ثاني مش غلط وبيجي مع العلبه برضه شاحن وبالنسبه للنظام اندرويد 11 وواجهه المي يو اي 12.5 هلا كثير ناس بيشتكوا على هاي الواجهه ماشي الحال احيانا بيبين فيها مشاكل احيانا لا هاي الواجهه احدث واجهه حاليا فعليا انا ما بين معي لليوم هاد مشاكل هل هذا يعني انه ما في مشاكل على الاغلب لا في مشاكل بس ما بينت معي صراحة. بوعدكم إنه يعني أفحصها أكثر في المستقبل وكل ما بين معي إشي رح أسجله وأحكي عنه أو أعمل فيديو مثلا مراجع بعد شهرين أو ثلاثة، إشي زي هيك. بس لليوم كانت الواجهة عادي سلسة، صح شكلها بعض الأيقونات ما بيعجبني وصح نفسي اللي هي لما تنزل إشعارات إني أنزل إشعارات مش لازم على الشمال إشعارات وعلى اليمين اللي هي السيتنجز. بحبها مكان واحد صراحة. الأداء هون بتاخذ سناب دراجون 888 اللي هو مبني بمعماريه 5 نانومتر يدعم ال 5G عنده معالج رسوميات الادرينو 660 الاداء هون عالي تشغل لعبه ببجي اعلى اعدادات العب كول اوف ديوتي بكل اريحيه العب اسفلت تايم بكل اريحيه ممكن تلعب فتره طويله ما في مشاكل يعني لما بنحكي فتره طويله لما بنحكي ساعه ما عندك مشاكل بعد الساعه انا ما جربت انا ما بقدر العب بعد ساعه في ناس ممكن يلعبوا اربع ساعات لما بتلعب بشكل متواصل اربع ساعات راح يحمى انت راح تحمى ولذلك نحكي بساعه واحده اداء حتاخذه رائع بيدعم الاداء انه في دعم لأ 8 جيجا بايت رام او 12 جيجا بايت رام حسب الجهاز اللي عندك في عندنا كمان ساعات تخزينيه 128 او 256 بتكون يو اف اس 3.1، اما بالنسبه للكاميرات هنا لازم افصل شوي اخوانا بحاول انا اختصر لكن الكاميرات بدك تحكي، الكاميرا الاساسيه مبدئيا 108 ميجا بكسل حساس من سامسونج واحد على 1 على 1.52% انش هذا حجمه وهذا شيء كويس يعني، بس ما في هاي الكاميرا الاساسيه اوبتيكال ايميج ستيبلايزيشن هذا يعني تمنيت اني اشوفه على هاي الكاميرا الاساسيه مش موجود في الكترونيك إيميج ستيبلايزيشن بس انا بفضل دائما الاوبتيكال امج ستيبلايزيشن التثبيت البصري مش التثبيت الرقمي. الكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل الالترا وايد هي عريضه ولكن تمنيتها اعلى دقه. الكاميرا الثالثه 5 ميجا بكسل اللي هي الماكرو وبصراحه عجبني أداءها في الفيديو لا بأس. والكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل هسه راح احكي عنهم. التجربه بشكل عام التصويريه اكيد حتكون الكاميرا الاساسيه هي الافضل منهم كلهم عندك جوده عاليه الوان حلوه الفوكس افضل بتبعها الكاميرا الاماميه يعني كان لا باس فيها بعدين تيجي الكاميرا العريضه شويه الكاميرا العريضه بتحس احيانا في بعض السيناريوهات انه في سوفتنس في نعومه بالصوره الدقه اقل طبعا الدقه اقل بس مش هون المشكله المشكله بالدايناميك رينج الدايناميك رينج ما عجبني في هذا الجهاز بقوه يعني ما بقدر احكي عنه ممتاز بقدر احكي عنه جيد الى جيد جدا انا شرحت كثير عن دايناميك رينج يمكن خلاص تعودت عليه صح فبقدر احكي انه جيد الى جيد جدا بس وتمنيت يكون اقوى من هيك بصراحه بالنسبه للتصوير حلو الصور بالكاميرا الاساسيه لو بدي انتقل لموضوع العزل مش دائما بظبط العزل زي ما بدك حسيت العزل من الكاميرا الاماميه دائما افضل لاحظ الشغله الثالثه التصوير الليلي التصوير الليلي لا عجبني، من الكاميرا الاساسية انا دائما حصور تصوير ليلي بهاي الكاميرا، من الكاميرا العريضة لا تصور تصوير ليلي، وبالزوم اللي هو موجود في عنا ديجيتال زوم لا تستخدمه، ما في داعي، اوكي؟ لكن الكاميرا الاساسية الصور حتاخذها هناك عن جد حلوة، يعني حتاخذ صور ان كان في النهار او في الليل، دائما صور جميلة، طيب هسا نحكي عن الفيديو، بالعاده الفيديو ما بحكي كثير عنه، انا بفرجيكم الفيديو وانتم احكموا خلص تفضلوا هاي كل الفئات اللي صورتها صباح الخير اصدقائي هاتف شاومي ال11 تي برو كاميرا الاماميه في خيارات فيديو فيديو فل اتش دي 30 فريم فيديو فل اتش دي 60 فريم هاي بجرب ال30 فريم حاليا شوف كيف الصوت الـ الالوان اذا في تثبيت ولا لا كيف بيتعامل مع الدايناميك رينج دايناميك رينج يعني السماء كيف تطلع مثلا لما عشان بالعادة السماء موضوعها صعب هاي الشمس وراي بالضبط هاي ستين فريم فل اتش دي برضو بدي اشوف اذا في تحسن في التصوير مثلا هل الجودة فعلا صارت اعلى ام لا فيديو فول اتش دي 30 فريم لكل ثانيه طبعا في ميزه تفعيل التثبيت لسه ما جربتها على الاغلب لما تفعلها بتكون على الفل اتش دي 60 فريم فهينا بنتمشى ونتعرف على الجهاز على الصوره هذا فيديو فول اتش دي 60 فريم لكل ثانية Hello. شغلت التثبيت فلما تشغل التثبيت مباشرة بنتقل لحاله اوتوماتيكيا على الصيغة اللي هو بدعمها فهو بدعم الفل اتش دي 30 فريم لكل ثانية شو رايكم بالتثبيت اكتبوا لي في التعليقات لو سمحتوا هذا فيديو 4K 30 فريم لكل ثانيه طبعا يعني تقدر تعمل زوم اثناء التصوير بس انا من تجربتي خلص لا بفضل اختار الصيغه اللي بدي اصور فيها واستخدمها مباشره من غير ما اعمل حركات بصور ماكرو فانا بدي انزل تحت 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 انا كثير قربت على النبته زي ما انتم شايفين هاي الورده صراحة كثير صغيرة بعرفش كيف سمين صوتي وممكن تعمل زوم كمان وترجع هذا تصوير فيديو 4K uh, 60 فريم لكل ثانيه زي ما انتم شفتوا او اذا عرضت لكم اياها انا او راح اعرض لكم اياها ان شاء الله بتقدر تصور فيديو ماكرو بتقدر تصور فيديو بتعمل تراك يعني تتبع للاشياء بتخلي معك مثلا طفل صغير تعمل عليه تراك بصير يتبعه ان شاء الله في فيديو اي اي بيكون يعني ذكاء اصطناعي بحاول يخلي يعني يظبط لك الحركه الالوان اخر نوع فيديو عندنا حيكون فيديو 8K هذا هو الفيديو الـ 8K شفتوا الفيديو؟ أنا برأيي هذا مش أفضل فيديو ممكن نشوفه مبدئياً بس عندك خيارات كثير اكتبوا لي اي خيار من الفيديوهات اللي حضرتوها بهذا التليفون عجبكم اكثر شيء وليش تفضل بالنسبه للبصمه في الجهاز هي جانبيه كنت اتمنى لو كانت الكبسه اعرض شوي عشان احس فيها اكثر احس اني بتحكم فيها اكثر لكن من ناحيه دقه وسرعه هي دقيقه وسريعه بالنسبه للصوت الصوت هو ممتاز سماعات السيريو سبيكر مدعومه من هارمون كاردن فالصوت عالي وجودته عاليه يعني بصراحه ما عندي مشاكل بالصوت اما البطاريه بصراحه البطاريه اعجبتني جدا ولا مره طول الفتره بستخدم فيها الجهاز احتجت اني اشحنه في اليوم مرتين ما في داعي مره واحده خلص مره واحده حياتك تمام هاي الشغله الاولى البطاريه اعطتني 6 الى 7 ساعات بسهوله سكرين اون تايم هاي النقطة بس النقطة اللي غيرت حياتي في استخدام التليفونات الشاحن تبع هذا الجهاز يا اخوان بطلت اتبع للبطارية بعد فترة يعني خلص فيها 5% فيها 10% ما بتفرق معي برميه على هذا الشاحن اللي هو 120 واط بروح اتوضى غسل اسناني البس بنطلة اوعية واللي هو خلص فل جهاز فل هيك التعامل ففعليا هو غير تعاملي مع موضوع البطارية والشحن صحيح انت ما بتقدر تاخذه في كل مكان بس يا اخوان يعني تخيل انت صحيت من النوم متاخر ارميه بس بس على ما تلبس بس ارميه على الشاحن 17 دقيقه بتكون انت مفلله من صفر الى 100% لو كان في 30% 40% ورميته على الشاحن 10 دقائق بتفلل انت فبصراحه تجربه البطاريه والشاحن هون كان كثير متميز سعر هذا الجهاز في الامارات يبدا 2400 درهم يعني اقل من 500 دينار اردني يعني ما بين 600 دولار الى 700 دولار حتاخذ اداء عالي عندك اداء عالي شاشه ممتازه بطاريه وشحن خرافي هدول اهم اشياء شفتهم بالجهاز اكتب لي انت شو رايك بهذا الجهاز في التعليقات لو سمحت ولا تنسى تتابعنا على انستغرام بشوفكم في فيديو قادم السلام عليكم